السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسجل النهاردة موضوع النظرية الكلاسيكية. احنا كنا خدنا جزء بسيط في النظرية الكلاسيكية في أول أسبوع، اللي هو الخاص بافتراضات النظرية الكلاسيكية. أفكركم بيها سريعة، قلنا إن في 5 افتراضات قايمة عليها النظرية الكلاسيكية. هذه الافتراضات: نمرة 1، الرشد الاقتصادي، إن كل واحد في المجتمع هو شخص رشيد عاقل بيدور على مصلحته الخاصة. الفرض الثاني، الحرية الاقتصادية. افترضت النظرية أيضا إن كل شخص فينا حر في أي قرار بيتم اتخاذه، سواء كان استهلاك سلع أو إنتاج سلع وغيره من القرارات. الفرض الثالث هو توافق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة. النظرية الكلاسيكية أيضا افترضت إن لا يوجد تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وإن دايما في توافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. الفرض الرابع هو عدم تدخل الدولة في الاقتصاد. إن النظرية الكلاسيكية كانت بتنادي بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ويقتصر دور الدولة فقط على 3 وظائف، هي الأمن والدفاع والعدالة، لأن هم كانوا شايفين إن تدخل الدولة بيؤدي لزيادة المشاكل الاقتصادية. الفرض الخامس، وهو إن جهاز التمن هو المسؤول عن تحقيق التوازن، إن هم قالوا الدولة ما تتدخلش في حالة وجود أي أزمات اقتصادية، وجهاز التمن هو هيحقق التوازن تلقائيا دون تدخل الدولة. نبدأ بقى في مضمون النظرية الكلاسيكية. أول حاجة هيتم توضيح قانون سي للأسواق، وبعد ذلك قانون التوظف الكامل أو مشكلة البطالة، وبعد ذلك سعر الفايدة عند الكلاسيك، وأخيرا قانون حياد النقود. قانون سي للأسواق أو قانون المنافس، القانون ده بينص على إيه؟ بينص قانون سي على إن العرض يخلق الطلب الخاص به والمساوي له. سي بيقول إن العرض هو الأساس، إن لازم يكون في عرض في البداية عشان يكون في طلب، وقال إن دايما العرض لازم يتساوي مع الطلب، لأن قديما كان في نظام اسمه المقايضة، والمقايضة معناها هي مبادلة سلعة بسلع أخرى. فسي كان بيقول إيه؟ إن في ظل نظام المقايضة أي واحد فينا عاوز سلعة معينة من حد آخر، فيجب إن هو يعرض سلعته أولا. يعني أنا لازم أعرض سلعتي أولا على الشخص، وبعد ذلك أطلب ما أحتاجه من السلع الأخرى التي ينتجها هذا الشخص. ودايما العرض بيساوي الطلب كله. ويمكن التعبير عن قانون سي أيضا في ظل الاقتصاد النقدي، إن يعني أنا دلوقتي محتاج سلعة معينة، فلازم الأول أعرض سلعتي للبيع وأخد فلوس، وبالفلوس دي أقدر أشتري السلع اللي أنا محتاجة. فهنا لا يختلف الأمر في ظل المقايضة عن الاقتصاد النقدي. ويمكن توضيح قانون سي للأسواق من خلال الشكل التالي كما هو موضح أمامنا: التمن على المحور الرأسي، والكمية على المحور الأفقي. الطلب لما بيتقاطع أو يتساوى مع العرض، طه واحد مع عين واحد في النقطة نون واحد، بيحدد لي تمن التوازن وكمية التوازن. طب لو افترضنا إن المعروض من السلع هو العرض هو الأساس عند الكلاسيك، فهنفترض إن العرض بيزيد أو بيقل. فلو جينا على سبيل المثال افترضنا ان المعروض من السلع قل لاي سبب من الاسباب، حدوث ازمه مثلا اقتصاديه، فالازمه دي ادت لنقص العرض، فالعرض لما بينقص اي منحنى بينقص، المنحنى بيتجه بالكامل جهه اليسار، فهينتقل هنا منحنى العرض من عين واحد الى عين اتنين جهه اليسار. هنجد انه هيتقاطع مع الطلب في نقطه جديده هي النقطه نون اتنين، وبالتالي هذا سيؤدي الى ارتفاع الثمن من سه واحد الى سه اتنين، وانخفاض الكمية اللي هي كمية التوازن المطلوبة والمعروضة من كاف واحد إلى كاف اتنين، وذلك كما هو موضح بهذا الشكل. وهذا هو شرح هذا الشكل البياني.